مسألة الرمل انتوا اتكلمتوا عليها، مسألة الرمل ده حاجة زي السرعة البسيطة، والواحد ايه انت عارف ما اقول واحد بيسخن في الجري كده، حاجة بسيطة خالص كده، ودي ما تتأتاش الآن. صعب صعب ان الواحد يعملها هناك دلوقتي. ليه؟ زحام. ممكن يعملها على السطح فوق على وبيلفهم مكان فوق أوسع. او مكان اوسع. ليه؟ عشان ما يأذيش حد. ولكن في الموسم الحقيقة بقت الدنيا زحمة قوي، فصعب الرمل. عشان كده بقول اللي مش قادر يعمله مفيش مشكلة، تجري كده سرعة كده ما بين خلاص مش قادر بلاش. الاطباع بقى، الرداء هو في الحاج بيلبس حاجتين، إزار هو بيلفه على راسه البشكير. البشكير وصه التحتاني، ورداء. والإزار البعض بيبقى قلقان منه قوي وما بيعرفش يلفه. عادي جدا لو انت حطيت حزام، ولو الحزام فيه كباسين مفيش مشكلة وتربطه خلاص على كده مفيش أي مشكلة خالص. للطباع خلاص الرداء. طب الإزار ده بقى على الكتفين، انا هاجي بقى اطوف اعمل ايه؟ يروح ماسك الرداء وحاطط نص الرداء هنا تحت باطه، ويبقى الطرفين كده، يروح رامي طرف على هنا والطرف التاني يجي من الناحيه التانيه، يبقى الاتنين هنا يتقابلوا هنا، اصبح ده متغطي اللي هو الكتف الشمال واليمين مكشوف. واليمين مكشوف، هذا هو الاطباع. طيب هتقولي ما هو ممكن يقع، ممكن يشبكهم بدبوس مفيش اي مشكله خالص، يبقى الشبك بالدبوس ده جائز ما يقلقش. والطباع وابتدي، هو ده اللي اسمه الطباع، يبتدي يتحرك. طاف الطباع ده في السبع اشواط، بعد ما طاف هو عايز يصلي، ما هو بعد الطواف بعديه مباشره ركعتين عند مقام ابراهيم. مقام ابراهيم بيبقى زحمه قوي، فين حضرتك مقام ابراهيم اللي احنا بنشوفه في التلفزيون ده عشان نسأل، هو اللي زي الفانوس ده اللي ظاهر لنا حاجه زي الفانوس الواقف، هو ده مقام سيدنا ابراهيم. عشان تروح تصلي صعب قوي، ممكن زحمه برضه، فانسان ما يتحركش، ما قدرش يصلي عند مقام ابراهيم، في اي مكان، في اي مكان من البيت يصلي، في اي مكان من المسجد يصلي، المهم ركعتين بعد الطواف لان دي سنه طواف. طب ايه الحكمه يا شيخ عويضه من الاطباع؟ يعني ايه الفكرة بالضبط؟ الحكمة ايه؟ جمهور العلماء على ان الانسان يطبع الا الامام مالك. الامام مالك قال لك لا، ده فات الزمن بتاعه. ايه فات الزمن بتاعه ده يا امام؟ قال لك ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمله علشان يبين يخلي الصحابة يعملوا كده، وسيدنا النبي عشان يبينوا قوة اجسادهم يغيظوا الكفار شوية، لانهم كانوا بيمنعوهم عن البيت، فعايزين يبينوا لا ده احنا الحمد لله صحتنا كويسة وبنقدر نرمل نجري اهو بنشاط، وبنبين الاجساد برضو فاتية وقوية. لذلك الامام مالك بص للحكمة دي وقال لك لا بقى خلاص هذا فات زمنه. لذلك عند الامام مالك قال لك الطبع ما الطبعش ما فيش مشكلة، بل لا يرى استحبابه اصلا. لذلك برضو بنقول لو واحد طاف ونسي يعمل الطباع لا شيء عليه، هي سنن باتفاق، شوفي باتفاق الائمة قالوا هو سنة وقيل هيئة، سنة أو هيئة، بمعنى يعني واحد مش هيطبع ولا شيء عليه، الطبعة مفيش أي مشكلة برضه، نسيه لا دم عليه ولا فدية عليه ولا أي شيء عليه، والدنيا تمام أوي.